جنب الأفكار والقلوب اللعبة عجبا لغزال قتال عجبا. جنب الأفكار والقلوب اللعبة جنب الأفكار والقلوب اللعبة. يا لا يا لا للي لم ينل اليأس أبدا من حلمها في العثور على الحب والملاذ الآمن والذي يحول خريف الحياة إلى ربيع دائم، فلم يبخل عليها القدر بأن يزف لها تلك البشرى. فهو دانجوان السينما المصرية رشدي أباظة يعلن للجميع عن رغبته بالارتباط بها والتي كانت له بمثابة الصديقة والزميلة، فقد شاركته فيلم الرجل الثاني ليكتشف كل منهما السند للآخر. فبعد تلقي رشدي أباظة لزوجته الأمريكية يتقدم رسميا للزواج من سمية جمال والتي قررت اعتزال الفن والأضواء لتؤدي رسالتها كزوجة مخلصة وصديقة واعية وحبيبة دائمة وأم بديلة لابنته، تاركة وراءها عالم الفن والشهرة. حصل قصة الحب الشهيرة بينهم سنة 58 وتزوجت رشدي أباظة، وكانت حريصة جدا انها تقول انا مدام رشدي أباظة. رشدي أباظة لم تحتمل امرأة غير سمية جمال. انا اشتغلت في ادوار صغيرة مع العملاق رشدي أباظة وحبيته جدا، وكنت بحبه طبعا كفنان عظيم، وهو ايضا حبيني وبقى يدعوني الى البيت، ودي كانت اول مرة اشوف ست البيت سمية جمال. ازاي تحب تدخل المطبخ بنفسها وتعمل الويكة والبامية والمحشي وتتقنه وتقدمه للضيوف، وكل حب تعمل كل اللي عاجزه رشدي أباظة وضيوفه. لما اتجوز سامية جمال، سامية جمال شبه اعتزلت الفن وأصبحت الزوجة والأم والصديقة. كانت سعيدة بالدور ده، ست البيت اللي بتربي البنت كسبت بنته، اللي تطبخ الأكل اللي جوزها بيحبه، ونسيت الفن ونسيت الرقص ونسيت التمثيل وبرضاها مع أنها كانت مطلوبة. يعني يا خبر، وقدرش تبعدي المدة دي كلها عن السينما؟ الحقيقة لأن كان في حاجة بتواسيني، أن جوزي طبعا بيشتغل في السينما، فكنت بوضب له هدومه وبشوفه جايب المكياج ونازل ففاتت يعني أول. كان في مشاركة كأنك برضو لسه أكيد موجودة طبعا. وتسير الأيام هادئة في بيت يملأه الحب والحنان، إلا أن العواصف سرعان ما تهب على حياتهما لتفزع استقرارها. فنزوات رشدي أباظة كانت تقلقها دائما، إلا أنها كانت حريصة أن تحتوي تلك المشكلات والنزوات وأن تظل الزوجة والحبيبة التي إذا أخطأ زوجها فهي أول من تغفر له وأول من يغمره بالحنان والرقة. أستاذ رشدي، في رأيك إيه الأسباب اللي بتساهم في استمرار الحياة الزوجية بين الفنانين؟ الفنان والفنانة لما بيكونوا متجوزين مع بعض لازم نعتبرهم راجل وست. الراجل والست أو الفنان والفنانة، أي دوافع تخلي يبقى فيه فشل في الزواج ممكن يحصل، سواء كانوا ممثلين أو سواء كانوا بني آدمين عاديين. طب برأي المدام تانية؟ رأيي أنا يعني هو بسيط جدا. بالنسبة للفنان والفنانة يعني التفاهم أهم حاجة. طبعا الحب ده مهم في الأول ولازم يكون في تفاهم وفي ثقة، ولما بيكون في كل الحاجات دي بيقبل الزواج دايما يعني عايش سعيد وبيبقوا مبسوطين وسعداء. بفيلم الرجل الثاني قدام صباح وقدام رشدي أباظة، ومن هنا تأكدت علاقتها برشدي أباظة اللي هتتجوزه وتعيش معاه بقى سنين طويلة. كان في أستاذ كبير جدا، كان أستاذنا كلنا وأنا أعتبره أستاذي أنا شخصيا، هو المرحوم الأستاذ عز الدين ذوالفقار. كان قال لي في يوم من الأيام من حوالي 11 سنة كنت عملت فيلم اسمه الرجل الثاني، وكان قارس قوي على سامية في التمثيل أكتر من الرقص، فسألته قلت له دي فنانة المفروض إنها معروف عنها إنها رقاصة كبيرة، ليه انت بتقرص على التمثيل؟
فالاستاذ عز اياميها قال لي انه الست دي فيها طاقه كبيره جدا من ناحيه التمثيل. محاوله التماسك كزوجه عاقله تحافظ على مملكتها الهادئه. عشرت ايضا الفتره اللي رشدي اباظة سافر فيها الى بيروت وتزوج من صباح وهو بيعمل معاها فيلم ايدك عن مراتي. وكيف تلقت سامية جمال الخبر؟ وأنا وبعض المقربين، لأن احنا كنا فعلا مقربين من سامية جمال قوي، قالت شيء أنا عمري ما انساه. قالت أنا هروح استناه في المطار وهو راجع من بيروت، ومش هقول كلمة عن الخبر اللي أنا سمعته أن اتجوز صباح، مش راجع بيته. أهلا وسهلا بي، أنا ما سمعتش، أنا ما قريتش. وفعلا رحنا نستقبل العملاق رشدي أباظة في مطار بيروت، معنا سامية جمال واحتضنته، ورحنا على البيت وكأن شيئا لم يكن. حتى لما رشدي قال ما فيش اسطوانة للصبوحة عشان أسمعها، فكلنا اترعبنا. لكن سمعت له أيوة يا رودي، عندي أغاني لصباح هحطها لك. هكذا كانت سامية جمال منتهى الحب 17 سنة لرشدي أباظة. فصدمتها كانت من صباح مش من رشدي. هي عارفة أن رشدي ده طفل وممكن فجأة يخطب ويغلط، واتجوز صباح ورجع يبكي في حضن سامية جمال، ولا سامحيني أنا هطلقها بكرة. لم يستمر زواج صباح ورشدي أباظة سوى أيام قليلة، فالكل يقذفهما بلوم كبير على ما اقترفوه في حق تلك الزوجة. وتبدأ مساعي التوفيق بين رشدي وسامية مرة أخرى، لتعود الحياة مرة أخرى بينهما بعد أن تركت جرح لم يندمل داخل سامية جمال. لما توفى رشدي أباظة، وده اللي محدش يعرفه، سامية جمال مشيت ورا الجنازة محدش شافها، في سيارة مع إحدى الأصدقاء، لأنها متتبعة الجنازة لغاية ما دفنوه وهي بعيد. بعديها أنا كلمتني وقالت لي عايز أروح أزور رشدي، خدتها في عربيتي وذهبنا إلى مقبرته في قلب شبرمنت، واصطحبتها لغاية ما جت وجبت لها كرسي من راجل ترابي وقعدت قدام المقبرة. فلقيتها مسكت مصحف وقعدت تقرأ قرآن، ده تالت يوم دفن رشدي أباظة، وتقرأ له قرآن، وفجأة أجهشت بالبكاء. أنا سامع الكلام اللي قالته، بتقول له كان نفسي تموت في حضني، انت اللي عملت كده، انت اللي موت بعيد، انت اللي اخترت انك تموت بعيد عني، كان نفسي يا رشدي تموت في قلب حضني، الحضن اللي حبك ومفيش حد هيحبك غيرك.